السلام عليكم ياكم السيد انجل. اليوم حبيت اشوفكم البارود فينش والوانه. طبعا مثل ما تشوفون موجود اللون الاحمر وموجود اللون الاصفر وموجود اللون الازرق. بس اذا نرجع بالالوان الحلوه اللي هو الاول اللون المشجر، طبعا حتى عازلكم بعد واحد من المشجر مثل ما تشوفون هذا شويه بيتجيره، لان اكو بعد هواي عندي من الافراخ ما مطلعها بالنسبه للمشجر. المشجر لان بعده ما مكمل تصفاه فما يبين عندنا، بس هذا واحد من هذين تقريبا مصفي مثل ما تشوفون هذا البارود اللون الاصفر والمشجر اللي كان يمه. فان شاء الله انا راح اصور لكم كل الالوان اللي موجوده. طبعا من افضل الالوان هو اللي يجي طبعا المشجر، من بعده يجي اللون الاحمر، وبعدين باللون اللي يجي الازرق، وبعدين يجي اللون الاصفر. طبعا ذن الالوان مثل ما تشوفوها الالوان كلش حلوه بالنسبه للبارود فينش. معلومات على شلون يكون النثي وشلون يكون الفحل طبعا عن طريق القرايه، وهذا يعني شيء شويه لازم يراد له وقت بالنسبه اذا كان انتاجك، حتى ايش تعرف الفحل من يقوم يقرا يغرد راح تقدر تميز بين الذكر والانثى بالنسبه للبارود فينش. انا طبعا طلعت اربع عن الوان اللي هي يعني من خلال حتى تشوفون بالمقطع، اللي هو الاحمر العادي الوجه واللون الاصفر واللون الازرق واللون المشجر. بس المشجر اللي موجود اللي هو نفس الاحمر الوجه بس ما مبين تجيره، مثلا من بعده عنده تصفاه ثاني وما يبين عندنا. فان شاء الله اني راح من يكمل التجيره مالته هو وباقي اخواته راح اصور لكم اياه، شوف شلون جمال يكون بالتجيره مالته. بس انا حبيت اعطيكم الالوان ذني الموجودات بالنسبه للبارود فينش. بالنسبه لانتاجه كل السهل، بس يراد له مساحه شوي كبيره حلوه ووقت وماكو اي مشكله. واهم شيء انه انت تخلي نثي وفحل، مو تخلي اثنين فحل او اثنين نثايه، لان التميز بهن شويه كل الصعب، بس الصعوبه ان شاء الله نتخلص من عزل من خلال تربيتنا. اذا ربينا راح نعرف شلون يكون الذكر عن الانثى. قلت لك الذكر عن الانثى من طريقه القرايه ومن طريقه تصرف الفحل شلون يكون. يعني بالنسبه للمبتدئ اكيد ما راح يعرف هذا الشيء الا عن طريق القرايه، بس انا لا، اذا كنت اريد اباوع عن شلون اطلع الطياره من الفحل، من نظرتي للطير اعرفه من تصرفاته ومن حتى الصافوره مالته البدايه مالتها، مو اللي يقرا قدامي، فاقدر اميز لك الطياره من الفحل. طبعا مثل ما تشوفون طبعا ذني بدايه التصفيه الاخيره ان شاء الله حتى ازوجهن. ذني طبعا من انتاجي الموسم اللي فات ومحلقات، وان شاء الله تسهيل من الله راح بس يكمل اخر تصفه حتى ازوجهم. مثل ما تشوفون هذا اللون الازرق طبعا الوجه، وهذا اللون الاصفر اللي اجى ويما المشجر اذا تشوفون بعد تشجيره مالته، بس بعد هي ما كامله اللي هو بالكتف وبالبطن وبالظهر. بس بالنسبه للعادي لا يكون طبيعي. ان شاء الله راح اشوفكم المشجر شلون يكون من يكمل تصفاه. تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامه.